طبعا نشكر الكابتن فاروق استاذ ابراهيم على التغطية الممتازة ديت، والحمد لله الأداء يعني للمنتخب كله كويس، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش. محمود يعني يمكن محمد عبد الشافي يمكن مباراة برضو صعبة لمحمد عبد الشافي بضغط عصبي كبير، مباراة ضد الجزائر بتنزل في وقت منتخب مصر كان متقدم فيه مكان سيد معوض، كان توجيهات الجهاز الفني ايه لمحمد عبد الشافي وهو نازل المباراة؟ ما فيش، هي نفس انا هلعب بنفس السيستم وانا انزل طبعا مكان كابتن سعيد، بس هو الماتش طبعا كان صعب جدا في الاول، بس الحمد لله اللعيبة قدرت سيطرنا على الماتش بشكل كامل يعني، وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش، كسبناه 4 ويعني باللغه العربيه كده يعني علقه كوره للجزائر. بالظبط كده. طيب اول هدف لمحمد عبد الشافي دولي مع منتخب مصر، حسيت بايه النهارده وعبرت عن فرحتك ازاي؟ انا ما شفتش بصراحه في التلفزيون. ما اعرفش والله، هي جت بالصدفه كده يعني، انا ما كانش في دماغي اي حاجه وما كنتش مجهز حتى ان انا هجيب جون، بس الحمد لله توفيق ربنا كان كبير في الكوره يعني، وبيفكرني بكابتن محمد ابو تريكه جونه في السودان يعني. كابتن محمد عبد الشافي ظهير ايسر منتخب مصر، برضه بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في ماتش الحد، وجمهور مصر كله مستنينا ان شاء الله بالكاس بعد مباراه غانا. ان شاء الله كنا مستنيين نرجع بالكاس باذن الله. شكرا كابتن محمد، شكرا كريم. بكره بقى هيبقى طبعا بيتهيألي الام على الكيف يعني، بكره الاومان منهم نزلت مدغدغه كلها، هيبقى كله الاومان على الكيف مش كده؟ بالظبط، هو يعني